أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب السجن أحب إلي فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم ودخل معه السجن فتيان ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة آبائي
سنين